انطلقت فعاليات المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في بورسعيد، وتوفد العديد من قيادات وأعضاء حزب الوفد ببورسعيد وعدد من المحافظات وحضور أعضاء الهيئة العليا ونواب حزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ، ووسط احتفالية كبيرة ومشاركة المرشح الرئاسي. وأوضح المشاركون أن برنامج عبد السند يمامة يشمل عددا من الإصلاحات الاقتصادية ومشروعا هام في التعليم. أنا البرنامج الانتخابي أعلنته بعنوان إنقاذ مصر، وقلت أن له محور إصلاح التعليم، محور الإصلاح التشريعي، محور اقتصادي، محور حماية حقوق مصر التاريخية في نهر النيل من عدوان أثيوبيا، وفي ملاحق طبعا يعني الصحة، السياحة، الزراعة، كل ده داخل ضمن البرنامج معانا. نخوض هذا المؤتمر بيضم 5 محافظات، محافظة إسماعيلية ومحافظة السويس والشرقية ودمياط وبورسعيد الذي يقوم فيها هذا المؤتمر. في هذا المؤتمر سيعرض الدكتور عبد السند يمامة ملامح البرنامج الانتخابي له، البرنامج الزاخم الذي أعد من خلال المتخصصين المتمرسين بما يضم من شخصيات حزب الوفد، يضم شخصيات كبيرة جدا في كافة المجالس السياسية والاقتصادية والاجتماعية. احنا عايزين، احنا كشعب بنقول احنا جايين عشان نقول يلا بينا كلنا يا مصريين، اطلعوا شاركوا، اطلعوا قولوا كلمتكم، اطلعوا اختاروا رئيسكم، اطلعوا قولوا احنا عايزين فلان، اطلع اعتز بصوتك اللي هو أمانة بينك وبين ربنا، ودي لمن تريد، لمن ترى أنه الأفضل. هذا هو أساس مجينا، مش عشان نقول ننجح فلان ولا ننجح علان. ده كلام، أنا مش هجي لك أقول لك النبي أنا جاي عشان دكتور عبد السند، لا، أنا جاي أقول لك يا شعب، يا مصري يا محترم، أخرج فعل لاستحقاق الدستوري.